السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. هاي الحلقة متوجهين بيها الأرض برا ميلي. قبل لا نسولف، أبو مهدي الغالي رجعنا وياه بحلقة جديدة. أبو عطية بعد روحي، عباس وأبو حسين الضيف الجديد بعد روحي. متوجهين الأرض برا ميلي. هاي الأرض عبارة عن صحراء يعني، كانت بيها سابقا قصور او بيوت قديمه ما تنعرف. فعلى مر الزمان يعني هذا الهوى والمطر تهدمت، فظلت بيها احجار كريمه، ولحد الان موجوده وجايه تروح ناس وتجيب احجار. بس احنا متوجهين لهذا المكان، يصير بالرميله محمد مو برميلة. وين يعني بالرميله بالضبط؟ قريب على نبي الله شعيب. ها راح نتوكل وهناك نراويكم الاحداث كليتها. ابوي مرتبين وضعيتنا، حتى خيمه جايبين. شو تقول محمد؟ اي والله ماخذين خيمه، بس تكون السيطره هاي سيطره قدامنا، بس كونوا حبرونا. هذا المكان نازله سمتيه، وشوف الناس شلون متكومه. هذا اللي يتغدى، هذا اللي نازل يذيب، الله يرزق. عاش تيدك طبق السيارة ونزل محمد يلم هذا الحص. زين هذا المرة راح تاخذي هذا؟ عندي طيارة بدخلي له. ها يعني للطيارة؟ اي للطيارة. شنو يطلع كيلو بلف تربه هاي بلطية؟ لا ما احب البلطية. شويني جيب بلطيات هنا وياها. محمد الحمرية محمد شاهد بلطيات ثلاثة بلطيات شويني اقلي جيبي الحق بعد اشوف زايدة بعد كم واحدة زايدة بلطيات ثلاثة زايدة. هاي والله القى طبق هاي 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 فوق نجي بعد اربع بلطيات. جواك الله حجي، شلونك؟ شلون صحتك؟ بس احنا وين متوجهين؟ احنا هسه متوجهين يعني هسه اتجاهنا من مضخات رايحين لابو الصلابيه. ايه اذا وصلنا ان شاء الله لابو الصلابيه، ايه نراويكم الاجواء لابو الصلابيه كلها، نراويكم يعني الشغلات كلها مال لابو الصلابيه المنطقه. زين هاي المنطقه بيها ناس؟ كانت قبل بيها ناس، ايه بس هسه لا مال، لانه شارت العالم كله، وشارت مو هسه يعني قديمه كلها. صحيح اي شارت
قديم يعني من زمان. هاي هي القاع مال ابو الصلابي. هذا الحجي ونفس ما شفتوا قدر يوصلنا لهذا المكان. حجي اذا تقدر يعني تسولف عن هذا ابو الخرز او ابو الصلابيخ حسب تسميتكم يعني. هذا يسمونه ابو الصلابيخ. اي هسه احنا وصلنا المنطقه يسمونها ابو الصلابيخ. ابو الصلابيخ كانوا حاطين به البخاتره. اي يعني اساسه للبخاتره هو. اي فهذا كان هو هذا هنا العالم كله تجي هنا واكو هنا مستوصف مال يعني مال ايش اسمه طبابة. اي اي هاي قبل بالثمانينات يعني صاير لسنين هو صار لسنين هذا. اي فهسه انترك وشالت عنا العالم ايش بقى؟ بقى اكو اثار. الاثار الموجود ذاك هذاك ذاك هسه راح نتقدم له ان شاء الله نشوف الاثار الموجود. الخرز اللي اخضر احنا ما عرفنا مثل هذا شنو. احنا بجانبه ما نعرف بشيء. صحيح صحيح. بس هم الناس اللي يعرفونه خذوه. وموجود ترى لحد الان يعني حتى بالتصوير خرز اخضر واحمر هذا الحجر لحد الان موجود. واجوا هنا. اي اجوا لهنا كانت اكو سياره تدخل من هنا كان ماكو مثل ما قاطعك. هذا هو الحب هذا بس مكسر هذا الحب احنا نسميه شربه. اي هذا نسميه احنا اكو شربه وجربه يعني له هواي تسميات. بالضبط. اي فهذا هسه الموجود احنا هنا عندنا ذاك الاثار الموجود هسه راح نتقدم له. اللي تقدموا لي وتشوفونه وتشوفون العالم شلون اجت بي. واكو بعض ناس اجت واكو بعض ناس اجت يعني مثل ما تقول من الدوله والدوله مستهمت له وبحثت وحطوا بي عمال واشتغلوا واخذوا من عنده. فهذا الانسان يعني هذا الاثار اللي اخذوا من عنده يستفادوا من عنده. وهذا هو الحجر الاخضر. بالضبط هذا هذا الحجر الاخضر هذا اللي طلعوا من عنده. كثير ان شاء الله شوفون كثير راح توصل هناك واكو معده هواي يعني هذا كثير من عنده. نوعه شنو ما جاي نعرف ما نطيح بالعين بس هم جماعه الاثار يعرفون نوعه شنو. صحيح. قدام هم مكان يعني بقع هواي مثل ما تقول بقع هواي هسه هذا مكان ذاك مكان زين. هاي كلها مكانات. اقوى شيء عندك ذيك العلوه. شوف هذيك شوف هذا الدينار القديم حتى اخضر ساي. اي هذا هسه من التفرك بباب شو اسمه. اي ها درهمي الاوليه هاي. يعني قلت لك هناك واثار هواي قديم اثار كثير هناك قديم. ذاك الشيء واحنا قلت لك ما نعرف به شيء بس جماعه الاثار لا يعرفون. ليش؟
شغلتهم يتابعون القضية، احنا ما نتابع. صح لولا؟ صح. اي اكو شيء متابعة واكو شيء اسهل شلون كذلك ما اصيد. نعرف السمكة شلون تمشي شلون تجي شلون اصيدها. صح. اي هم شغلتهم هنا بس مكان الاثار يعرفونه. هذا الحجر الاخضر بكل مكان وين ما تروح موجود. موجود. احمر هم موجود. 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 اللي انتبه له حصل اكو احمر واكو اخضر واكو اسود. يعني اكو انواع. هذا أحمر. انواع الحجر موجود. أوكي. انواع الحجر موجود. عبالك مثل قزازة ما تعرف شو. اي صح. أي بس هي لاكت لا. قلت لك يعني اللي يعرف لي حصل في اشياء. زين حجي. اهل الارض اللي كانوا يعني ساكنين هنا وين؟ هسه قلت لك حاليا شالوا قسم راحوا للرمويله. اي وقسم بالقرمه وقسم ببصخير. زين من يمتى شالوا تقريبا كم سنه؟ بالتسعينات. اه اي بالتسعينات كفوا منها لما طاح المال ونشف وبعد الضلع يعني كلها طشت. الهور جف وما جف الهور. أي. من جف الهور العالم كلها شردت. بعد وين تروح العالم؟ صحيح. العالم كلها منها شالت ومشت. وهاي آثار هاي آثارهم ظل هنا. هاي آثارهم آثار بيوتهم. هذا طابوق وبلوك وهذا طابوق. هذا مضيف يمكن. هذا مضيف. هذا مضيف. اي هذا مضيف. شوف القصب. هذا القصب كان هنا داير ما داير. هذا شوف هذا مين انت هذا هذا الشيخ هذا بالتسعينات لحد الان بعده بالتسعينات هذا. صحيح. هذا بالتسعينات بعده. هذا احنا نسميه صيباط. صوباط. صوباط. هذا صوباط مال جمس مال هوش تكرمون مال يعني حلال عندنا. صحيح. هاي العالم هاي اثارهم يعني لحد الان باقي. باقي. شوف هاي دقمة. اي دقمة مال هاي دقمة مال قميص او بدلة. اي اي هاي دقمة مال قميص او بدلة. هذه هو هذا هسه بيت. هذا هذا حاليا هسه دار. بيت. يعني نعتبر هاي دار هسه. هذا دار يعني دار مال عائلة سكان عائلة. اي هذا اثار هذا الطابوق وهذا يعني بنائهم منوع طابوق وبلوك واي شيء. بالضبط. وهذا عندك مضيف داخل البيت. هذا عندك مضيف داخل البيت. وهاي غرفة على حطتها. الغرفة بعد هذا بيوت العالم كلها بعد على حطتها. كثيرة يعني أنا هي قلت لك يعني مو واحد من الناس. صحيح. هاي غرفة أساسها بعده موجود. هذا واتر بوم. ما المبردة؟ ما المبردة؟ يعني كانوا على المبردة؟ عتهم عتهم كهرباء كانت. عتهم كانت كهرباء وهاي التيول. هذا أحد التيول شوفها هسه المقطوع. هذا حتى عمود. هذا عمود موجود هنا. موجود يعني هذا عمود ذاك عمود. هاي من راحوا أهل المكان قصوا. من راحوا بعدهم ناس قصوا. صحيح. اي بعد من راحت العالم مو هم اللي قصوا. العالم الغيرهم اللي قصت. هاي محارة موجودة. اي هاي محارة. ايه هذا ميتر قديم. قديم مال كهرباء. قلت لك يعني عندنا احنا اثار القديم كلها موجوده. ايه. يعني ما تروح يا شيخ. والمحار بانواع يعني الدور انواع المحار كارثي. ايه. هذا درهم. هذا درهم. اي هذا الدرهم كان القديم. هاي شحاطات اهل القريه القديمه صاير بي منتهي كسب. يعني ايه ما اعرف مالي ايش هذه. هاي كلها ادويه قديمه. كلها ادويه قديمه لانه كان اكو هنا عندنا مستوصف. اي حتى يعني لونها قالوا. بالضبط. هاي يمكن مال تشوله. اي مال تشوله. هذه هاي قاعده كامله مال تشوله. قاعده لان هاي الدراهم هاي مال قبل ما تروح. هاي الدراهم شوف هسه كم سنه صار لها على حطتها. خضره صايره. بالضبط. افركن لو افركن ملح. اي لو تفركن برمل. صحيح هو راح يرجع لونها. يرجع لونها طبيعي. وتقدر ان تخليهن اثار عندك يعني. ايه. هذا دراهم. هاي دراهم يعني هنا. ايه دراهم موجوده وعشرات فلوس. صحيح. 10 فلوس. هذا قفل قديم. قفل قديم. منتهي. هم اخضر صاير. اي هذا يعني من الشمس والرطوبه والماء. صحيح. هاي حاله تصير. ايه هذا نفس ما قلت مكان تنور مو؟ مكان تنور وهذا مكان مبين. اه. هذا مكان تنور. صحيح. هذا تنور طين. تنور طين هذا مكانه وهذا هنا يذبون التراب يمه. جبن التراب يمه. جبن التراب من التنور اللي طلعنا. يمكن سنة وين يخلنا يمه. صح. هاي عندك كاسة. كاسة.
اي هاي احنا نسميها طاسه مالت ماي، يشربون بها ماي مثل يعني من الحبوب، صحيح اكو حب مال ماي، ويخلونه برا وجوا شو اسمه اي الصوبات اكيد اي يغطونه يصير ماي بارد. هذا بسطار اي كانت العالم قبل تروح للجيش اي تلبس العالم هذا بسطار مال الجيش نسميه، هذا زين يعني عسكري صحيح هذا عسكري وهاي هنا يعني كلها غرف مقسمه من قصص هاي يعني هسه مثل ما يقول ذاك بيت هاي حطوا منها قاطع ربعه ربعه هاي منها مشول اي هاي منها للخطار الجيوم وذاك منها للعويل زين العويل شنو العائله ها العائلة. والمشول المشول يعني للعالم اللي تجيهم ها برا هذا احنا نسميه مشول مشول الديوانيه مثل مشول هاي ربعه هاي. وهاي هي لحتي هاي هي لحتي مال صدام هاي مال الصدام حسين اثار كلها موجوده لحد الان شوف شلون تشكل وهذا شوف قبل العالم تختلف عن هسه قبل العالم من تنكسر قزازه يعني مثل ما تقول تنكسر شيشه أي. من يشيلونها شوف شلون يخلونها منطقه يعني مثل ما تقول ما حد بيها شوف تفضل شوف هسه هاي بيتها قديم هذه صحيح انت هسه احنا هاي هل غادي موجودين اكو شوف اكو مجموعه مال قزاز ذابينه شوف شلون مجموعه مال قزاز يذبحون سيدك والله صحيح على موت حتى شنو هاي يديرون عليها طابوقات وفرشي حتى ما حد يسحق يجي يسحق لا طفل ولا انسان كبير ولا أكيد. مثل جاي بالليل ولا فرشي يجي يتعداهن ويفوت قبل هاي بنايه ومتروكه بس متروكه مئات السنين همين مو بس سنين هو هاي قلت لك احنا عندنا بال91 انتهى كل ايه يعني بالتسعينات انتهى كل شيء بعد وقول قبل كم سنه مؤسسين هاي البيوت بالثمانينات وفوق يا ثمانينات فوق الثمانينات انا سيقصدك بالثمانينات يعني هذا يجوز اقرب والله الله اللي يعلم يجوز الاف السنين صحيح اي مو يعني مو اقول لك امس واليوم لان هذا هنا هاي هنا العالم من سكنه سكانته قديمه كلش وشوف هذا البناء على اجداد ايه هذا البناء لحد الان موجود هذا البناء لحد الان بعد شوف شلون قديم شلون يعني ترتيب حلو ايه ويعني اغلبه طين هسه هذا طين وهاي طبقه مال جص هذا الحذاء مال 2021 مو 2021 حملته هاي الغراف كلها حتى نسوي لنا صوره مصغره ورد هذا احنا نسميه قبل نعاز النوبه هاي بالثمانينات انا فوقيت علي بعدنا صغير يقولون هذا نعاز النوبه ها من تحكي وياه قال لك هذا نعاز النوبه أو يعني كان طاش نعاز النوبه نعاز النوبه حلو اي هذا قبل نعاز النوبه احنا نسميه هذا حياتنا قبل يسمونه نعاز النوبه ها اي اسفنج نعاز النوبه جاموس اي هذا المطال هنا يجمعونه بالضبط وبعد لحد الان اي وهذا ايش تم ريحته اي هذا موجوده ريحته وهاي من تحفر هنا طلع مطال لانه هو هذا قبل شنو هذا المطال كله بعده ها باوع هذا كاروك كاروك الطفال اي هذا بياسنا يا ربي هذا شوفه لحد يوم باقي احنا سوى كاروك يطلع هذا هون مال قبل لا يا هون هاي لا لا مو هون هذا اخوه شيء قديم وشوف باقيه من ذاك وقت لهذا وقت لحد الان قوية وتختلف عن خواشيك هسه هسه متك هذا هي ستيل بس كل فايدة مالها صحيح هاي الدقمة القديمة وهذا الفيوز اي يشكل بالدقمة هنا وهذا الغطاء مالته اسود يجي اسود حجر بالضبط اي وهالشكل ويشكل وتجي الكهرباء ومنها يحطوا لها حار وبارد يجروا لها ويدلونها على القلوب فهذا القلوب يسد القلوب ويسفح القلوب حج ذبالنا بهذا المكان وهسه راح نتوجه على هذا يسمونه الوفاء راح يجونا ربعنا بالسياره ونروح للغدا هسه قربنا نهايه الفيديو بس خراويكم ام هلاه راويكم اياها وين رايحه تعال ام هلاه تعال وين امالي ظلمتيها بحذيك تعي مهلا وين رايحة تعي لا تنزلين تعي لا تطيح مهلا ولك وين رايحة
عمرك اسبوع. الا كذا 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 مهلا. يلا لا لا بس خاف هذا الطريق خطير. خاف ما اعرف خذ ترجع. حسك فيهن. عاشت ذيكم والله حضرين حتى السمك. وصل بالسلامة يا السمك. لينا تنتهي حلقتنا مع اليوم، واتمنى عجبتكم الحلقة. الاخوان ما قصروا والله الغالي. اتمنى عجبتكم الحلقة، لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. تحياتي للجميع.